رجعنا لكم مرة ثانية على بالود 100%، ومثل ما وعدتكم قبل الفاصل راح نشوف ونشاهد مع بعض انترفيو فري اكسكلوسيف لكل الكاست مال هاي ونتابع. I count in the movie is a Gujar, which is a community which is in Rajasthan, Haryana, and the NCR UP area. So it's more mixed with the Haryanvi, mixed with the Brij Bhasha, which is the language of Krishan Bhagwan's Janmabhoomi. Abranu aaya tera thodi dukhi ta lag aisa koi ghanta paisa dega. I try and find things in a character, mostly the flaws, which for me makes the character far more interesting than just playing a goody two shoes Raj or you know Prem or something. They're highly boring characters, and in movies today they are not required and are not found entertaining. Victor Jachan, ready up. क्या है ना मेरा मूड नहीं है जाने का. Playing that character was difficult for me as well because I had no idea how to walk in 6-inch heels and how to keep my lipstick on without licking it off. So that was a challenge for me as well. And of course this was a challenge for all for different reasons because it was physically challenging, emotionally challenging. My dad said, "Oh, you're shooting with Ranjeet, you better watch out and all." But once we did start shooting, you know, I had a great time because he helped me a lot, and he would sit and he would talk to me, and whenever you talk to me about his life as well, I would find him very interesting. So whatever time we spent, about 50 odd days, was really memorable. Abhi mujhe tense hona chahiye. Main tense to hoon. Main keh raha hoon tu chale ja, bahut bura hoga. Main nahi jaungi. زي أفلام دائما تحاول أن تراضي جميع معجبينها ومتابعينها من جميع دول العالم. يا ترى هالمرة زي أفلام شو حضرتنا من أفلام بري إكسكلوسيف؟ نتابع مع بعض. أكبر أفلام السينما الهندية. قصة النضال والوحدة. قصة مواجهة المجهول. قصة الحاضر. والمستقبل. لاجان في عرض حصري الجمعة 14 من مارس في الأوقات التالية على زي أفلام. نحن بوليوود. وقبل ما ننهي وياكم حلقتنا اليوم طبعاً تعرفون عندنا فقرة وهي الإيميلات. تواصلنا مع كل حبابنا وعشاقنا من كل دول العالم. أبدأ وياكم أول تحية عندنا من لمسة اللي تشكر القناة، شكراً لك على حلقة بريانكا تشوفرا من برنامج عالم بوليوود. أوكي، تحية بعد من شيماء واللي تطلب أفلام من دون دبلجة. شيماء على فكرة إذا أنت دائما متابعة لزي أفلام كل يوم الساعة 7:30 والساعة 1 بالتوقيت السعودية تطلع أفلام غير مدبلجة، إذا خليك دائما متابعة لزي أفلام. عندنا تحية أخرى من روزا اللي تطلب عرض فيلم لسيف علي خان وراني مخرجي بالدبلجة. إن شاء الله يا روزا من عيوني، تستاهلين. عندنا بعد تحية أخرى من أحمد والذي يطلب فيلم أم شانتي أم، أكيد كينج أوف بوليوود شاروخان والجميلة والحلوة أكيد ديبيكا باتوكون. تحية أخرى عندنا من إيمان تشكر وئام، شكرا لك، وتطلب أفلام لشاروخان، أكيد ما في حد ما يحب كينج أوف بوليوود شاروخان. تحية أخرى عندنا من إبراهيم الذي يطلب أفلام بعد لشاروخان. ظاهر أن شاروخان في وايد محبين أكيد. تحية عندنا بعد مصطفى الذي يطلب أفلام لسلمان خان. إذن يا مصطفى خليك على الموعد لأن سلمان خان راح ينزل فيلم وايد قوي في ديوالي الجاي، واللي راح تشاركه طبعا البطولة الجميلة والحلوة سونام كابور. عندنا تحية أخرى بعد من زهرة من السعودية والتي تطلب مقابلة خاصة مع فيديا بالن وراني مخرجي. زهرة خليك دائما متابعة لبوليوود 1% لأن عندنا انترفيو very exclusive مع فيديا بالن لفيلمه الجديد، وإذا إن شاء الله ياتي دبي ما عليك إلا أن تشوفين فيلم فيديا بالن، وأكيد فرحاً أختار الجديد اللي موجود حالياً في صالات العرض بعنوان شادي كيسايد أفكت. إذا بهذا أكون وصلت وياكم إلى نهاية حلقتنا اليوم، وأحب دائماً أذكر بحبي يتواصل عن طريق الإيميل
راح يظهر الآن على الشاشة، أو عن طريق صفحتنا في الفيسبوك بعد راح تظهر الآن على الشاشة، أو عن طريق تويتر you will see it now. وطبعاً اللي فات أي انترفيو اكسكلوسيف أو أي حلقة من حلقات Bollywood 1% you just have to go to YouTube and you have to type زي أفلام or Bollywood 1%. إذن خلكم دائماً متابعين لزي أفلام و Bollywood 1%. نشوفكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة معي أنا وآمن.